السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نكمل في محاضرات مادة مبادئ في هندسة البرمجيات. المحاضرة اللي معنا اليوم اللي هي المحاضرة رقم 2، راح نكمل من وين ما توقفنا المرة اللي فاتت. احنا وصلنا عند هذه السلايد اللي كانت قبلها، نتكلم على الـ Frequently Asked questions about software engineering. طيب الآن هن السلايد هذه تتكلم عن software products وأنواع software products. software products انقسم إلى نوعين. النوع الأول اللي هو generic products. generic product طبعا النوع اللي هو generic product. النوع الثاني اللي هو customized products. Generic product هو عبارة عن standalone system that are marketed and sold to any customer who wishes to buy them. ومثال عليهم يعني the standalone system، خلينا نأخذ مثال عليها وكأنك نتكلم على Microsoft Office أو Windows. هذا عبارة عن system قائم بذاته يباع لأي شخص حابب يشتري. حاجة موجودة on the shelf زي ما بيقولوا، حاجة موجودة في المكتبة، حاجة موجودة في تشتريها عن أي رف من أي مكان. هذه المقصود فيها generic product. الشخص اللي برمجها بيمتلك جميع الصلاحيات في هذا software. النوع الثاني اللي هو customized product، software that is commissioned by specific customer to meet their own needs. لما بيجي كاستمر او زبون معين بيحكي لك انه انا بدي سوفت وير خاص بيحتوي على كذا وكذا وكذا، او يعني مجموعه فانكشناليتي بده سيستم معين يعمل له اياها وانت بتروح بتبرمج له اياها، هذا بنسميه كاستمايزد برودكت. فالفرق ما بين كاستمايزد برودكت والجينريك برودكت، الجينريك برودكت فيه فيتشرز كبيره جدا، مش شرط انه الكاستمر اللي بيستعمل هذا البرودكت انه يستخدمها كلها، ولكن الكاستمايزد برودكت الفانكشناليتيز الموجوده في السيستم المفروض انه الكاستمر راح يستخدمها كلها لانه هو طلبها، لانها تلزمه في عمله الخاص به. وبالنسبه للخصائص اللي هي السوفت وير برودكتس اللي تكلمنا عليها في السلايد السابق اللي هي جينيريك برودكتس والكاستمايزد برودكتس، هنا انواعهم طبعا، اللي هي السبيسيفيكيشن خصائصهم. الجينيريك برودكتس the specification of what the software should do is owned by the software developer and decisions on the software change are made by the developer. يعني مطور هذا السيستم هو الوحيد الذي يمتلك هذا السوفتوير، واي تعديلات او اي قرار على تعديل معين على هذا السوفتوير الوحيد اللي بيقدر يتخذه اللي هو مطور هذا السوفتوير. ليش؟ لانه السوفتوير الموجود عندي احنا نتكلم عنه generic product عامة الناس. ولكن النوع الثاني اللي هو customized product the specification تبعته أو خصائصه the specification of what the software should do is owned by the customer for the software and they make decisions on the software changes that are required. فال specification أو خصائصه أو documentation أو system ككل is owned by the customer. الزبون اللي طلب مني أطور هذا السيستم هو مالك السوفتوير وما يحتوي السوفتوير، وأي تعديلات أنا كديفلوبر مجيش أعمل عليه تعديلات من ذاتي. التعديلات بتيجي من الكاستمر، بطلب بعض التعديلات عليه وبنعمل عليه تعديلات. فهذا الفرق ما بين السوفتوير product specification للاثنين الموجودين عندي، generic products والcustomized products. طيب لما نيجي نتكلم عن essential attributes for good software، احنا طرحنا اللي هو سؤال في المحاضرة اللي فاتت، قلنا متى بنقدر نحكم على software انه a good software، وكان الجواب انه السوفتوير بنقول عنه good software لما يكون يعني بغطي مجموعة أشياء وأطلقنا عليها اللي هي non-functional requirements، وهذا راح نتعرف على non-functional requirements في محاضرات قادمة لما نوصل لموضوع specification أو requirements. ولكن عموما الgood software نطلقه على software اللي فيه الخصائص التالية. أول واحدة اللي هي maintainability،
maintainability. السوفتوير الموجود عندي بطلق عليه maintainable لما يكون السيستم في documentation مغطية من ألف إلى ياء، وهذه بتسهل عملية المينتننس لقدام، بتسهل علي أن أعمل عليه تعديلات لقدام على الريكويرمنتس، بتخليني أعمل تعديلات على السوفتوير كسوفتوير كفانكشناليتي. يعني في هنا بيحكي بعد النقطة الهام This is a critical attribute because software change is a vital requirement of a changing business environment. ممكن في تغييرات تصير على البيزنس انفايرمنت، ممكن يصير تغييرات على بيئة العمل، تطورات جديدة تصير موجودة على في بيئة العمل تطلب مني اني اعمل اللي هو مينتيننس او اعمل ايفولوشن للسوفت وير. فالسوفت وير اللي بيحتوي على المينتينابيليتي او من بعض خصائصه اللي هي المينتينابيليتي، هذا بنطلق عليه اللي هو جود سوفت وير. طيب الخاصية الثانية من good software attributes اللي هي dependability and security. أي software بنطلق عليه dependable أو secure لما بحقق لي موضوع اللي هو security، بيكون ما بيعمل ليش أي مشاكل في بيئة العمل، بيعمل ليش بيكونش قابل للاختراق، يعني سيكيور سهل الاستخدام وهكذا. الاتريبيوت الثالث of a good software is efficiency. احنا السوفتوير المفروض يكون effective او efficiency، هي من efficiency attribute من الgood software. لما انه السوفتوير لما بيشتغل بيعملش عندي resources waste، بيعملش resources waste، يعني لما بيشتغل بروحش ياخذ مثلا ياخذ كل الميموري الموجودة عندي او CPU cycles الموجودة عندي. يعني انه لما بده يشتغل المفروض انه ياخذ ما يلزمه من اللي هي البي سي resources ويشتغل بدون ما يعمل اي waste، فهذه بنطلق عليها اللي هي الافشنسي. الموضوع الرابع اللي هو الاتريبيوت الرابع اللي هي الاكسبتابيليتي. اي سوفت وير بيكون اكسبتابل من جهة اليوزرز اللي بيستخدموه، تمام، بنسميه اكسبتابل. اي سوفت وير مقبول للكاستمرز اللي بيستخدموه من ناحية الديزاين، من ناحية الفانكشناليتي، من ناحية سهولة الاستخدام، هذه بنطلق عليها اللي هي خاصية الاكسبتابيليتي اللي بتخص السوفتوير، بنطلق عليه جود سوفتوير. يعني جود سوفتوير عندي بده يكون فيه الاربع اتريبيوتس. هذه الاربع اتريبيوتس ليست في الحصر، ولكن هذه اهم الاتريبيوتس اللي هي زي ما بنطلق عليها essential attributes of a good software. طيب نكمل بالنسبة للسوفتوير انجينيرينج. هاي السلايد بتعرف لي السوفتوير انجينيرينج زي ما اطلق عليها في الكي او الفريكوينتلي اسك كويستشنز. تعريف السوفتوير انجينيرينج is an engineering discipline that is concerned with all aspects of software production from the early stage of system specification through maintaining the system after it has gone into use. فلو نيجي يعني لو نترجم هذا التعريف، هو عبارة عن أو يعني خلينا نترجمه بالأول بعدين نقسم اللي هو التعريف هذا إلى قسمين زي ما هو موجود عندي في السلايد. السوفتوير انجينيرينج هو عبارة عن تخصص أو مجال هندسي يعتني بجميع مراحل السوفتوير برودكشن، جميع مراحل إنتاج السوفتوير، من أول مرحلة اللي هي مرحلة السيستم سبيسيفيكيشن. مرحلة السيستم سبيسيفيكيشن اللي هي مرحلة تحصيل واستخراج الريكويرمنتس اللي مطلوب مني اني انجزها في هذا السوفتوير، الى
مرحله المينتنس لحد يعني من يعني انه نتكلم على السيستم سبيسيفيكيشن اللي هي المرحله البدائيه لاي سوفت وير موجود. طبعا بعدها بده يكون في عندي ديزاين تصميم، بعدها في عندي ديفلوبمنت، بعدين تيستينج، بعدين احنا بنعمل له ريليز. بعد الريليز بيجي مرحله اللي هي اخر مرحله بالاخر بنسميها المينتنس. ف يعني تتكلم هنا سوفت وير انجينيرنج انه بيعتني في مراحل تطوير السوفت وير من اول مرحله الى مرحله او اخر مرحله وهي مرحله المينتنس. فلو نيجي نقسم السوفت وير انجينيرنج ديفينيشن الموجود قدامنا لاثنين او لنصين، النصف الاول بيتكلم عن الانجينيرنج ديسبلين. احنا بنتكلم عن الانجينيرنج ديسبلين او التخصص الهندسي، هذا احنا بنتكلم على استخدام الخوارزميات، باستخدام الميثودز، استخدام النظريات عشان نحل المشكله الموجوده عندي. لانه انت لما بتيجي تعمل سوفت وير او تعريف السوفت وير كسوفت وير هو عباره عن قطعه برمجيه موجودات عشان تحل لي مشكله، تمام؟ فانا عشان احل هذه المشكله المفروض انه انا من خلال الانجينيرنج ديسبلين اقدر اجد اللي هو النظريات، الطرق، الادوات اللي بتساعدني عشان احل هذه المشكله. طيب القسم الثاني من هذا اللي هو التعريف اللي هي all aspects of software production، المقصود فيها not just the technical process of development also project management and development of tools methods etc to support software production. فالمقصود بالsoftware production هنا اللي هي مش التكنيكال بروسيس بس، اللي هي من ناحيه الديفلوبمنت، مش انك تقعد تبرمج وبس، مش هذا المقصود فيها بس، وانما كيف انت بتقدر تعمل بروجكت مانجمنت لعمليه تطوير السوفت وير، من ناحيه انك تحدد الريسورسز المناسبه لتطوير او لانجاز جزئيه معينه، بعدين تحديد الزمن معين لانجاز هذه الفتره، إدارة الريسورسز. لما نتكلم إدارة الريسورسز نتكلمش على إدارة الريسورسز فقط عن ناحية اللي هو الفيزيكال ريسورسز زي كمبيوترز زي بي سي زي غيره، لا احنا نتكلم برضو ريسورسز كأشخاص. ممكن توجه أشخاص معينين إنهم ينجزوا لك جزئيات معينة في مرحلة السوفتوير برودكشن. طيب فتعريف السوفتوير انجينيرنج المره الثانيه هو عباره عن تخصص هندسي يعتني بجميع نواحي تطوير السوفتوير من اول مرحله من مراحل اللي هو السبيسيفيكيشن وتحصيل الريكويرمنتس، مرورا بالديفلوبمنت، مرورا بالتستنج، مرورا بجميع هذه المراحل لحد ما توصل السوفتوير لمرحله الاستخدام وما بعد ذلك وهي مرحله المينتنس. طيب الآن هذه السلايد تتكلم عن الـ importance of software engineering اللي هي أهمية الـ software engineering في حياتنا وفي مراحل تطوير أي software. Individuals and society rely on advanced software systems. We need to be able to produce reliable and trustworthy systems economically and quickly. فأهمية الـ software engineering إنك أنت مطلوب منك إنك تنتج software يكون trustworthy، محل ثقة، يكون سهل الاستخدام reliable، بدك تنتجه يعني بسرعة ويكون بطريقة اللي هو اقتصادية، يعني يكون بقدر الإمكان يكون اقتصادي مش رخيص. لما بنقول اقتصادي ما معناهوش إنه رخيص، معناه إنه يكون بحدود المعقول. النقطة الثانية it is usually cheaper in the long run to use software engineering methods and techniques for software systems rather than just write the program as if it was a personal programming project. المقصود بهذه النقطة لو نيجي نفصل فيها، لأن أنت لو طلب منك أنك تعمل مثلا برنامج أو software، خلينا نتكلم على موضوع مثلا صيدلية مثلا، وأنت رحت أخذت اللي هي المعطيات هذه، قعدت مع اللي هو الصيدلي اللي بده إياك أو صاحب الصيدلية اللي بده اياك تعمل له السوفت وير، واخذت منه بعض الريكويرمنتس وجيت بلشت يعني تطور في هذا السوفت وير، بلشت يعني انك تبرمج فيه، تمام؟
واجى بعد فتره مثلا اللي هو الصيدلي مثلا بعد سنه او سنتين اجى لك وحكى لك بدي اياك تغيرني عليه، بدك تضيفني عليه، صارت عنده صيدليه ثانيه بدي حاجات ثانيه اضيفها على هذا السيستم. فبعد سنه او سنتين انت راح تنسى، راح تنسى انت ايش سويت بالضبط في هذا السيستم، فانت بدك تقعد تدرس السيستم تبعك من جديد وتضيع وقتك فيه. ولكن باستخدام السوفتوير انجينيرينج ميثودز اند تكنيكس انت قاعد يعني زي ما حكينا انه السوفتوير انجينيرينج هو عباره عن سوفتوير برودكت زائد الدوكيومنتيشن زائد الدوكيومنتيشن. ارجعوا للفريكوينتلي اسك كويستشنز موجود فيها هذا الجواب. فانت لما يعني هاي طريقه من الطرق رحنا طورنا فيها سيستم وصارت عندي مشاكل، لكن انت لو رحت طورت السيستم من خلال دوكيومنتيشن بالاول مشيت اللي هي السوفتوير انجينيرينج ميثودز اند تكنيكس او اكتيفيتيز اللي هي زي السبيسيفيكيشن بعدين الديزاين بعدين سبيسيفيكيشن بعدين اللي هو ديفلوبمنت بعدين ريليس الايفالويشن، انت لو مشيت في هذه الامور الاربعه اللي هي اول واحده اللي هي السوفت وير سبيسيفيكيشن بعدين اللي هي الديزاين بعدين الديفلوبمنت اللي هي تطوير السوفت وير وكتابه الكود تبعه وبعدين تعمل اللي هو الايفالويشن وطبعا في دوكيومنتيشن في كتابه في دوكيومنت بده ينتج زائد السوفت وير، لو جيت بعد 1000 سنة تيجي تغير على السوفت وير هذا ما عليك الا ترجع لهذا الدوكيمنت راح تقدر تتعرف على السيستم والاشياء اللي هي الموجوده وتحتويها اللي هو السوفت وير اللي انت طورته. لكن انت تيجي تختصر هذه الاربع خطوات وتيجي للخطوه الثالثه بس وتروح تعمل بروجرامينج لها، هذا مش جود براكتس، هذا راح يكلفك كثير انك تدرس السوفت وير وتضيع وقتك في دراسه السوفت وير عشان ايه عشان تعدل عليه او تضيف عليه. بعدين هم بيحكي لك for most types of systems the majority of cost are the cost of changing the software after it has gone into use. فبيحكي لك انه هذه مشكلة كبيرة يعني او مشكلة عامة بخصوص software. بيحكي لك انه اكثر الكوست the majority of cost are the cost of changing the software after it has gone into use. يعني بعد ما تصدر السوفتوير والكاستمر يستخدمه الكوست اغلبها بتصير بعد ما ينطلق السوفتوير ويصير in use. فاذا كان في عندك good documentation الكوست هذه بتقل، لكن اذا ما كانش في عندك documentation الله يكون بعونك الكوست هذه راح تزيد. طيب هان قبل شوي يعني طرحنا اللي هي موضوع اللي هي software process activities وحكينا اول واحدة اللي هي software specification where customers and engineers define the software that is to be produced and the constraints on its operations or operation. فهذه اول نقطة من النقاط اللي هي software process activities. هذا اول activity موجود عندي هي software specification. في software specification هاي بتصير لما بيجي بقعد اللي هو المهندس مع الزبون وبقعدوا بيعرفوا ايش السيستم المفروض يعمل، ايش المتطلبات تبعت السيستم، ايش الفانكشناليتي اللي بدهم اياها في السيستم، ايش الاشياء اللي بدهم اياها تكون موجوده في السيستم. هذه المرحله بنسميها السوفت وير سبيسيفيكيشن. المرحله الثانيه اللي هي السوفت وير ديفلوبمنت وذا سوفت وير از ديزايند اند بروجرامد. ف من خلال اللي هي السبيسيفيكيشن الموجوده عندك اللي انت قعدت مع الكاستمر وعرفت ايش بالضبط المطلوب، انت بتروح على مكتبك بترسم مخططات للسيستم بحيث انه انا بدي السيستم تبعي يعمل 1 2 3 4 طبعا من خلال ورك فلو، من خلال UML diagrams، من خلال use case diagram، class diagram الى اخره. هذه بنسميها design. بعدين بروجرامينج، بعدين تيجي انت بتقعد وتعمل كودينج للاشياء اللي طلبها في السوفت وير سبيسيفيكيشن اكتيفيتي او السوفت وير سبيسيفيكيشن فيز. المرحله الثالثه اللي هي السوفت وير فاليديشن، انت المطلوب منك بعد ما تبرمج المفروض انه السوفت وير اللي انت بتنتجه المفروض يكون متطابق مع مين، مع السبيسيفيكيشن اللي انت طلعتها في اول مرحله. عفوا. ف
فالسوفت وير فاليديشن المطلوب منك انك تعمل تشيكينج تو انشور ذات ات از وات ذا كاستمر ريكوايرز. المفروض انك تعمل انت يعني في فانكشناليتي معينه طلبها الكاستمر في المرحله الاولى، المفروض في خطوه الفاليديشن هان انك تتاكد ان الجزئيه هذه مغطيها انت في البروجرامينج او في السوفت وير اللي انت اشتغلته. المرحله الرابعه اللي هي السوفت وير ايفولوشن، where the software is modified to reflect changing customer and market requirements. هذه مرحله بتيجي بعد ما انت طبعا احنا بعد ما نخلص من الفاليديشن انت ممكن ايش تعمل ريليز للسوفت وير وتخلي الكاستمر الموجود عندك يبلش يستخدم السوفت وير تبعك. لكن بعد مثلا خلينا نقول شهر شهرين ثلاثة عشرة، بعد سنة سنتين ثلاثة عشرة، حب انه يضيف شغلة معينة، فهذه بنسميها changing customer and market requirements، هذه مستقبلا تمام طلب منك تعمل تعديل معين، فهذا تندرج تحت مين؟ تحت software evolution. فهذه المراحل او الانشطة الاربعة العامة اللي بتندرج تحت software processes. خلينا نوقف عند هذه السلايد وراح نكمل ان شاء الله في محاضرة او في لقاء اخر ان شاء الله. رجاء يا شباب ويا بنات تابعوا المحاضرات اول باول، لانه راح يكون في كويزات وراح يكون في assignments، فتابعوا المحاضرات اول باول وما تخليش حاجة تتراكم عليكم رجاء. واي حدا بده حاجه ايميلي معكم طبعا، وهي موجود في اول سلايد. احنا وصلنا عند سلايد 16 اوكي. طيب في اول سلايد هي ايميلي موجود عندكم هان، اي حاجه بدكم اياها ابعثوا لي هان او ابعثوا لي على رسائل المودل. ويعطيكم الف عافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.